السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، سوف أقدم لكم تصحيح كيمياء الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2018. إذن بالنسبة للتمرين الأول، الجزء الأول، دراسة العمود زنك نحاس. إذن بالنسبة للمعطيات ديال التمرين، يتم خلال اشتغال أعمدة الكهروكيميائية تحويل جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. ندرس في هذا الجزء من التمرين مبدأ اشتغال عمود زنك نحاس. ننجز العمود زنك نحاس باستعمال أدوات والمواد التالية: كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات الزنك زيدين دو بلوس اس او 4 دو موان تركيز هرمولي سي 1 ايكال 1 مول بار ليتر، كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات النحاس سي دو بلوس اس او 4 دو موان تركيز هرمولي سي 2 1 مول بار ليتر. صفيحة من الزنك وصفيحة من النحاس. إذا قنطرة ملحية، نصل الكترودي العمود بموصل اومي وامبيرمتر. مركب على التوالي يشير الامبيرمتر عند القدارة إلى مرور التيار الكهربائي شدته اي تساوي 3.03 امبير. المعطيات: ثابتة فاراداي، واحد فاراداي كتساوي 9.65 في 10 أس 4 كولوم بار مول، وهي كمية الكهرباء التي ينقلها مول واحد من الالكترونات. الكتلة المولية الذرية للنحاس ام دي سي 63.5 غرام بار مول. ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل ك تساوي 1.7 في 10 أس 37، إذا هذه ثابتة كبيرة جدا. احسب قيمة خارج التفاعل البدئي. خارج التفاعل عند الحالة البدئية المجموعة الكيميائية كوسيون دو لا رياكسيون إنيسيال. ثانيا استنتج منحى التطور التلقائي للمجموعة الكيميائية المدروسة. ثالثا اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي الحاصل عند الكاثود، واحسب ام سي يو كتلة النحاس المتكونة خلال اشتغال العمود لمدة 5 ساعات. إذا بالنسبة للتصحيح ديال الجزء الأول، إذا المطلوب وهو حساب خارج التفاعل. إذا كيف ما كتعرفوا بالنسبة للمعادلة ديال التفاعل هي هادي. إذا خارج التفاعل يساوي تراكيز ديال الأنواع الكيميائية في النواتج على تراكيز ديال الأنواع الكيميائية في المتفاعلات. إذا خارج التفاعل كوسيون دو لا ريكسيون إنيسيال، خارج التفاعل البدئي كيساوي التركيز ديال زيد إن دو بلوس على التركيز ديال سي أو دو بلوس. إذا هنا بالنسبة للمعامل ديال زيد إن دو بلوس واحد، وهنا واحد. إذا بالنسبة للخارج ديال التفاعل كيساوي واحد على واحد كيساوي واحد. إذا بالنسبة للتركيز، إذا في المعطيات عندنا التركيز ديال كل نوع كيميائي زيد إن دو بلوس و سي دو بلوس كتساوي واحد مول بار لتر. ثانيا لدينا خارج التفاعل، إذا منحى التطور التلقائي، استنتاج منحى التطور التلقائي. إذا عندنا خارج التفاعل أصغر من ثابت التوازن، وبالتالي التوازن ينتقل في المنحى المباشر وهو منحى التطور التلقائي للمجموعة الكيميائية. ثالثا المكتوب المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي الحاصل عند الكاثود. إذا بالنسبة للكاثود يحدث الاختزال، إذا الأكسدة الأنودية والاختزال الكاثودي. إذا معادلة التفاعل الحاصل بجوار الكاثود هي سي يو دو بلس بلس 2 إلكترون كيعطينا فيليز النحاس سي يو. إذا اختزال أيونات سي يو دو بلس. إذا هذا ما يحدث بجوار الكاثود. حساب ام ديال سي يو كتلة النحاس المتوضع خلال اشتغال العمود 5 ساعات. إذا من خلال نصف المعادلة، من خلال نصف المعادلة اللي كتبناها، إذا كمية المادة ديال الإلكترونات سيور دو كتساوي كمية المادة ديال النحاس المتكون. إذا كيف ما كتعرفوا بلي أن كاينة علاقة ما بين كمية المادة ديال الإلكترونات
إذا إذا كمية المادة ديال الإلكترون كتساوي إي فوا دلتا تي سور دو سور إف، دونك وبالنسبة لكمية المادة ديال النحاس كتساوي إم ديال سي يو على الكتلة المولية ديال النحاس، وبالتالي فالكتلة ديال النحاس كتساوي إي فوا دلتا تي فوا لا ماس مولار ديال سي يو سور دو إف. إذا التطبيق العددي كنحصلوا على النتيجة النهائية ام ديال سي كتساوي 1.8 غرام. إذا هذه العلاقة درت في الدرس هذه ديال كمية المادة ديال الإلكترون والعلاقة ديالها بشدة التيار. إذا كي كتساوي اي فوا دلتا تي وكتساوي اوسي يعني العلاقة اللي هي ديال كمية المادة، كمية مادة الإلكترونات فوا فوا إف. إذا بالنسبة للجزء الثاني، إذا دراسة تفاعل حل مائة إستير، تختلف مميزات ونواتج تفاعل حل مائة إستير باختلاف طبيعة الوسط التفاعلي. يهدف هذا الجزء من التمرين إلى دراسة حل مائة إستير في وسط حمضي وإلى دراسة الحلمة القاعدية لهذا الإستير. إذا حلمة إيتانوات الميتيل، دونك إيتانوات الميتيل هو عبارة عن إستير. إذا سوف يتفاعل مع الماء في وسط حمضي. إذا نمزج في دورق 0.6 مول من إيتانوات الميتيل الخالص مع 0.6 مول من الماء المقطر، ثم نضيف الخليط بعد قطرات من حمض الكبريتيك المركز ونسخن بالارتداد لمدة زمنية معينة فيحصل تفاعل كيميائي. كمية مادة إيتانوات الميتيل المتبقية عند التوازن تساوي 0.4 مول. ما دور حمض الكبريتيك المضاف؟ اذكر مميزات التفاعل الحاصل. اختار من بين التراكيب التجريبية التالية ألف وباء أو جيم تركيب مستعمل في تسخين الارتداد. إذا بالنسبة للجواب ديال هاد الفقرة هادي، إذا حمض الكبريتيك الدور ديالو هو يلعب دور الحفاز دونك لزيادة من سرعة التفاعل. ثانيا تفاعل الماء بطيء ومحدود، إذا تفاعل بطيء ومحدود. إذا بالنسبة للتفاعل المحدود كتبقى عندنا المتفاعلات وكذلك يعني المتفاعلات معا، وكذلك التفاعل يتوقف وللزيادة في هذا في سرعة التفاعل يجب كذلك حذف أحد النواتج. إذا التركيب رقم ألف، إذا بالنسبة للتركيب اللي كيمت لنا التسخين بالارتداد. إذا إلى لاحظنا بالنسبة للجيم باء وجيم، إذا كما كتلاحظوا بالنسبة عندهم تقريبا متشابهين، دونك هذا تيشبه هذا. إذا دائما عندنا المبرد في الحالة ديال نزول السائل، وبالتالي عندنا هاد الشكلين هادو بحال كيمثل لنا عملية التقطير. إذا لاحظنا هاد الشكل هذا فهو المبرد في شكل على شكل رأسي، إذا يدخل الماء من الأسفل ويخرج من الأعلى، وبالتالي فهذا البخار الذي يصعد فهو يتكاتف ويعود إلى الوسط التفاعلي، والهدف هو عدم ضياع هاد كمية المادة ديال المتفاعلات وكذلك النواتج. ودرجة الحرارة ديال الوسط التفاعلي تكون مرتفعة. إذا بالنسبة للجواب وهو ألف، إذا الجواب ألف هو الذي يمثل التسخين بالارتداد، لأن يعني بخار النواتج وكذلك المتفاعلات يعود يتكاتف ثم يعود إلى الوسط التفاعلي إلى الدورق. إذا بالنسبة
بالنسبة لرابعا، اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل المدروس باستعمال الصيغ نصف المنشورة. احسب ثابت التوازن ك القرونة بمعادلة هذا التفاعل. اذا بالنسبة للمعادلة ديال التفاعل، اذا عندنا الاستر اللي هو على هذا الشكل هذا، المجموعة المميزة ديالو هي هذه، زائد الماء في وسط حمض كيعطينا الحمض زائد الكحول. اذا جدول تقدم التفاعل، اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا الجدول ديال التقدم، عندنا المتفاعلات وهنا النواتج. اذا في الحالة البدئية خدينا نفس كمية المادة 0606، في النواتج دونك في الحالة البدئية 0 0. اذا 0.6 موان اكس، 0.6 موان اكس، اذا خلال التحول اكس اكس، اذا عند التوازن 0.6 ناقص اكس اكيليبر، 0.6 ناقص اكس اكيليبر، اكس اكيليبر، اكس اكيليبر. اذا كمية مادة اطار المواد الميتين المتبقية عند التوازن وهي 0.4. اذا ممكن نستخرجوا في هذه الحالة اكس اكيليبر، اذا اكس اكيليبر كيساوي 0.2، يعني الكمية 0.6 ناقص الكمية المتبقية كيعطينا 0.2 مول. إذا ثابتة التوازن عندها علاقة ب تقدم التفاعل عند التوازن. إذا كيف ما كتلاحظوا ثابتة التوازن كتساوي التركيز إذا ثابت التوازن، إذا كما كحسب التعريف يعني تركيز ديال النواتج على تركيز ديال المتفاعلات. إذا هنا بالنسبة للتركيز ك كتساوي التركيز ديال سي اش 3 او اش فوا التركيز ديال سي اش 3 سو اش ديفيزي بار التركيز ديال سي اش 3 سو او سي اش 3 بلس التركيز فوا التركيز ديال اش 2 او. إذا هنا بالنسبة للماء تعتبر ضمن المتفاعلات. إذا وبالتالي غادي نعوضو بالنسبة لكمية أو التركيز كيساوي كمية المادة سور في، دونك كمية المادة كتساوي إكس إكيليبر، دونك إكس إكيليبر سور في أو كاري كتعطينا زيرو سور 0.6 موان إكس إكيليبر سور في لو تو أو كاري. اذا كنبسطوا هذه العمليه وتلقاو اكس اكيليبر سير 0.6 موان اكس اكيليبر لو تو او كاري. اذا تنحسبوا تنعوضوا اكس اكيليبر بالقيمه ديالو اللي لقيناها هنايا، وكنحصلوا على ثابته التوازن اللي هي كتساوي 0.25. اذا بالنسبه للجزء الثاني، بالنسبه للجزء الثاني وهو الحالة القاعدية لإطار مواد الميتيل. إذا نصب في كأس حجما في زيرو من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم إن أ بلس أو أش موان كمية مادة إن زيرو وتركيزه سي زيرو كتساوي 10 موان دي مول لتر موان زان، ثم نضيف إليه عند لحظة تي زيرو نعتبر أصلي التواريخ نفس كمية المادة إن زيرو من إطار مواد الميتيل، نحصل على خليط تفاعلي متساوي المولات حجمه في يساوي في زيرو يساوي 10 موان زان لتر. تكتب المعادلة الكيميائية للتحول الحاصل كالآتي، إذا سي اش 3 سيغ 2 سي اش 3 بيس اش موان إل دون أ بيس بي موان. إذا هذه حلمة قاعدية، دونك بالنسبة لهنا إستير زائد في وسط قاعدي. اكتب الصيغة نصف المنشورة لكل من النوعين الكيميائيين أ و ب موان. إذا بالنسبة للصيغة وهي بالنسبة لأ سيتان الكول سي اش 3 او اش، و ب موان هو سي اش 3 سي او موان. إذا بالنسبة ل
بالنسبة لثانيا نتتبع التطور الزمني لهذا التحول بقياس المواصلة الجيل الخالي التفاعلي عند لحظات مختلفة. يمثل الشكل الأسفل هو المنحنى التجريبي الجيل الدي المحصلة لوسط عدة معلوماتية ملائمة. إذا في التمثيل عندنا الجي المواصلة بالميلي سيمانس، المدة الزمنية بالمينوت. عند كل لحظة تكتب العلاقة بين تقدم التفاعل إكس والمواصلة جي دو تي الخالي التفاعل على الشكل التالي. بأن عندنا تقدم تفاعل بدلالة المواصلة، حيث جي معبر عنها بسيمانس وإكس بالمولر. إذا السؤال المطروح وهو حدد قيمة جي ان دومي مواصلة الخالي التفاعل عندما يكون تقدم تفاعل اكس يساوي اكس ماكس سور دو، حيث اكس ماكس تقدم الاقصى للتفاعل. ثانيا اوجد بالوحدة المين مينوت قيمة زمن نصف التفاعل. اذا بالنسبة ل جي ان دومي دونك عندها علاقة بتقدم التفاعل، دونك يعني اكس ماكس سور دو. اذا غادي نحددو القيمة ديال اكس ماكس. اذا سوف نكتب التعبير ديال اكس اذا اكس بدالة جي دو تي. اذا غادي حسب المعطيات لدينا جي او بيان اكس دو تي كيساوي موان 6.3 في 10 بيسونس موان 2 فوا جي دو تي بلوس 1.57 10 موان 3. اذا سوف نقوم بكتابة جي دو تي بدلالة اكس دو تي. إذا بالنسبة للوسط اللي هو متساوي المولات، وبالتالي فالمتفاعلين محيطين معا. إذا هنا بالنسبة للخليط ستوكيومتري فإن إكس ماكس كيساوي إن زيرو كيساوي سي زيرو فوا بي زيرو، وبالتالي التطبيق العددي ديس موان دو فوا ديس موان زان كتساوي ديس موان تروا مول. دونك هذا هو إكس ماكس تقدم الأقصى للتفاعل. إذا لدينا إكس دو تي كيساوي ناقص 6.3 في 10 أس ناقص 2 جي دو تي، دونك هنا أس ناقص 2 جي دو تي بلوس 1.57 في 10 موان 3. إذا غادي نكتبو جي بدالة إكس دو تي ونحصلو على هاد القيمة هادي. كذلك دونك جي تي ان دومي توافق تي اكس تي ان دومي. وعندنا بالنسبة لإكس تي ان دومي تساوي اكس ماكس سور دو، و اكس ماكس ديجا حددناه هنايا كيساوي ديس موان تروا، وبالتالي غادي نحسبو القيمة ديال اكس تي ان دومي. دونك نعوضو اكس تي ان دومي في المعادلة السابقة ديال المواصلة موان دو هنا موان تروا، وغادي نديرو التطبيق العددي وغادي نحسبو جي تي ان دومي اللي هي غادي نلقاو القيمة ديالها هي 17 ميلي سيمانس. ومن خلال وثانيا اذا ثانيا من خلال المنحنى ومن خلال المنحنى إذا بغينا نحددو قيمة زمن نصف التفاعل. إذا زمن نصف التفاعل يوافق جي تي أندومي
إذا جي تي أن دومي هي 17، إذا من خلال هذا المنحنى هذا 17، إذا دونك هنا 15 سايز 17، إذا 17 جات هنا، إذا غادي نسقطو على المنحنى دونك يعني 17 جات هنايا دونك تعطينا تقريبا 15. إذا تقريبا غادي نلقاو في تي ان دومي 17 مينوت، 17 مينوت هنايا. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا التصحيح هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.